المراهنة سنة في مسلسل فلوجة كان على الشباب، والشباب أقنعوا وساهموا في نجاح واحد من أهم الأعمال التونسية. سعيد جدا باستقبالهم نسيم بورقيبة، رانيم علياني، دنيا الفقيها. وين باش تقعدوها؟ شوف مرحبا بكم. عايش نسيم بورقيبه، مرحبا. عايشك. نبدا بالبنات ومن بعد باش نجيك انت. قدموا لي رواحكم، انا اول مره نتعرف عليكم. قداش اعماركم؟ منين جيتوا؟ وين تقراوا؟ دنيا فقيه، 20 سنه. وين تسكن؟ العوينه. العوينه في تونس. باك باهي. رانيم. رانيم علياني، 19 سنة، نقرأ في فاكولتي نوف افريل ونسكن في المرسى. قداش عمرك؟ 19 سنة. تقرأ فاكولتي 19 سنة؟ بروميير اني. أنت قراية كما في المسلسل؟ إن شاء الله. نسيم بورقيبة، شهيرة مومو، الناس توا بداوا يبدلوا التربيجة نتاعك ولا لا؟ فما اللي نادي لي هادي. ما فما اللي نادي لي باسمي الحقيقه، سي بون. اي اما مازال فما اللي نادي، مازال فما اللي فكرني في الفوندو، انا نادي لي مومو ولا يجبد لي حاجه صارت من الفوندو ولا. انت فوندو تحب تتجاوزها المرحله ولا؟ لا لا، عليه مش معناها من ناحيه نتجاوز. معناتها فما ممثل يقول لك انا عملت دور ما نحبوش يلصق فيا، الدور جديد جديد يا رابح. اي في لهنا صحيح، لهنا ديما 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 واحد ماذا بيه اكسبيريونس اجد. باهي، المسلسل تعدى، سالته له سؤال عم ناول، قلت له حياتك تقلبت، قال لي تقلبت. انتوما البنات تعدى المسلسل، شو ما صار لكم؟ خلينا نبدا معك رانيم، الحلقه الاولى، احكي لي على الحلقه الاولى. تقلبت. كيفاش؟ والله معناتها باش تكون نهار من نهارات تقرا من الفاك للدار تقابل اصحابك، تلقى روحك نهار اخر لتونس كلها تعرفك، و معناتها من الحلقه الاولى معناتها صار معناتها صدى كبير المسلسل والكل، اللي هي حاجه باهيه على الاخر، تثبت اللي المسلسل وصل لبرشا عبيد، واللي برشا عبيد تفرجت، برشا عبيد حبها زاد المسلسل وحبت امل، اللي هي حاجه ياسر محلاها. كنت تتوقع انك شهبت عليك الضوء هذا الكل، وهل انت حاضره للشيء هذا؟ لا الحق بتاع ربي ما كنتش نتوقع، اللي خاصه من الحلقه الاولى معناتها ماهيش حاجة باش تقول استنى لي المسلسل يزيدوا شوية حلقات، تزيد العباد تعرف الشخصية أكثر، ممكن تولي تحبها وقتها تولي تسأل عليها. أما نلقى روحي من الحلقة الأولى العباد تحب تعرف أنا شكون، وتحب بون العباد الكل معناتها ما كنتش حاجة أنا نستنى فيها، يا حمد الله معناتها سيني باهي. أنت أصيلة أي منطقة من الجمهورية؟ قفصة. دنيا ظهرت في وسط المسلسل. حلقة 11. في الحلقة 11. ساعة قبل كل شيء كان قلبك يدق من الحلقة واحد للحلقة 10؟ اي كنت نستنى في روحي ان فيت. اي ما بلي راني ما ظهرتش وعرفوني شوية عبيد وعملوا لي ديفو بروفيل وجست هكا من جينيريك شافوا اسمي. أول ما ظهرت شو ما صار؟ أول ما ظهرت أنا ليلته خرجت مشيت القهوة. أنا دخلت القهوة العبيد الكل هكا متاع فلوجة متاع فلوجة. دونك جيتي ايتوني هكا بالنومبر نتاع العبيد اللي عرفتني من اول حلقه. بوختان راني ظهرت قداش 2-3 مينوت ماكسيموم معناها. دونك يكلموك يسالوك شو يقولوا لك؟ شو يقولوا لي؟ يقولوا لي قويه. يقولوا لي هيجي راهو يضرب لك امك، رد بالك. رد بالك منه. يقولوا لي مسكين هيجي. فما ليبيزود 15 وقتها انا زلعت هيدي كوا، دونك تعاطفوا معاه مسكين هيدي وعلاش تعملوا هكا وما حقكش. سي هيدي نسيم. سي هيدي. الشخصية مبدلة على مومو. صحيح. شكلا ومضمونا. معناتها في الشكل أنت حبيت، قلت لسوسن الجملي نحب نبدل الشكل، ولا هي اختارت أنك تبدل الشكل ولا تبعد باش تكسر مع شخصية مومو؟ هو الاختيار اختيارها الحقيقة. هو من الداخل حبيت نكسر، خاطر كيما قلت انت بكري، ما حاجه جديده
كل مي ديجا الاختيار منها هي من الاول فهمت هي عارفه شنو تعمل وتعرف شنو تعمل. شنو ما ردود الفعل اللي جاتك على الحلقات الاولى؟ ردود فعل باهي الاغلبيه. فما شكون اللي لاحظ مثال صار هكا تطور صغير في في الخدمه في خدمتي معنا في البرفورمانس تاعي في جو داكتور وكل شيء. تحسنت على عم ناول؟ الحمد لله الحمد لله. هذيك حاجه فرحان بها برشا. ذاك اول نوع نتاع فيدباك فرحان به. فما مثال فما اودينس جديده تزادت في جره فلوجه ما كانتش من الفوندو بار اكزومبل. دونك كومين زاد تبدلت حاجات زاد حتى مع فلوجه فما حاجات تبدل. نجم تقول على روحك تو انا ممثل ولا لا؟ لا مازلت مازال غير كافي باش نقول نحط سقاي في القاع ونقول راني ممثل. مازال بكري على الكلمه هذه الحقيقه. قدام ممثلين وناس شنو عملت في التمثيل وفي السينما ميم با مازال حتى ما عنديش حتى اكسبيريونس تاع سينما باش نقول على روحي ممثل. تتسمى محظوظ؟ الحمد لله. لانك عم ناول مثلت؟ سنة مثلت؟ ما عرفت شكل فراغك اللي تقعد من بعد ما عندكش خدمه ما عندكش دونك واعي بالامتياز والفرصه اللي جاتك ولا لا؟ واعي الحقيقه واعي و راهو ثقه كبيره من صوص مشكوره برشا معنا. اما ما يمنعش اللي معنا طحت فيه شويه ستريس هذاك معنا قبل ما يصير التليفون وقبل ما يبدا قبل ما يتم اختياري معنا للرول طحت فيه ستريس هكا زعما باش نخدم ولا زعما ما نكذبش عليك فهمت خاطر واحد ديما يحب روحه يخدم ديما نحب نخدم. ومستعد نفسانيا انك اذا ما خدمتش؟ يا اخي مستعد حاجه ربي. راني كيفاش وصلت للفلوجه؟ كيفاش وصلت للفلوجه؟ الفلوجه جاتني ما كانت برسمي حاجه ما كانتش في البلانينغ نتاع حياتي ما كنتش حاجه نتوقع حاجه نهار من نهارات مدام مروه زنيدي بعثت لي ميساج على كاستينغ المسلسل الجديد في رمضان وانا ما كنت فرحانه بالفاكت اللي هي جوست كلمتني على كاستينغ ويعطيها الصحه معناتها تقول شافت فيا حاجه اي بون مع العباد كلها باش تعمل كاستينغ والكل ما جوست كي انا حبيت نمشي نشوف الامبيونس نتاع كيفاش تورناج وعباد جدد والكل ومن بعد نلقى روحي مع عباد كبار في بروجي كبير على الاخر. قالت لك رانا خذيناك؟ مش المره الاولى لا عملت كاستينغ ومن بعد تقبلت. شو موقف داركم؟ والله داري من الاول كانوا داعميني معناتها والكل وحتى وقت اللي تقبلت ما قرت معايا الاكس نتاعي وزادت فرحتها اكثر ديجا خاطر عرفت اللي فما مساج نوبل معناتها وراء الامل وراء المسلسل معناتها الكل. امك شرطت انها تقرا السيناريو باش تنجم انت تمثل؟ مش شرطت اما معناتها حبت تعرف انا شنيا فاش باش نشارك معناتها فاش باش نكون انفولفد. لو كان دور ما يساعدهاش لو كان دور فيه حاجات ما تعجبهاش ما كانتش تخليك تتمثل كأول مرة نتصور اي تصور ما كانتش باش تخليني اما انا نتصور كنت نجم نقنعها زاد خاطر حبيت. دنيا كيف نفس اللي حكيته اكزاكتوم نفس السيناريو اكزاكتوم امانا مي بارون بالاول ايزيتي كونتر الحقيقة لا اي ما فيش كلام زاد سورتو بابا من بعد قلت له راهو سي اون باسيون نحب نجرب ليكسبيريونس قال لي فازي راني معاك دونك الوالد هو اللي اقنع الوالده الوالده اقنعت الوالد هكاك والوالد اقتنع به وتو تو يمشي وقتي في الفوق فرحان بيا رنيم لونات زادت فيك شطر تو بغي لونات ساعات نثبت كيف شعرك وكل همك اللي هزته هذاك الكل معناتها انت جايه من عائله لاباس عليها معناتها سيتي با موا معناتها سيتي تيسير سيتي با دنيا معناتها كي يغزروا لي في تلزه حتى صحابي كي يكلموني يقولوا لي ما نراوش في دنيا معناتها نراو في تيسير نراو في بيرسوناج خارج منك. انت عملت مجهود كبير برشا باش تمثل دور الطفلة الزوالية سالي سالي أكيك نسيم خفتوا منه هو
قديم ولد الدار. انا بيان سور خاطر انا لي سيكونس تاعي كلهم بريسك ما. اي انا او ديبي خفت كي قالوا لي نسيم توقف قدام كاميرا قبل وتبارك الله عنده اكسبيريونس ومثل ما ممثلين تبارك الله كبار دونك هكا خفت شويه من بعد سافا. في الاخر طلع العكس مش علاش باش تخاف. اي صحيح. قربكم منه والا لا؟ ايه عاوني برشا انا نسي حطينا معناتها حتى في حاجات سامبل على الاخر خاطر انا فرحت من الاول خاطر يكون عبد جون وفرد وقت عنده اكسبيريونس حاجه محلاها على الاخر تقعدوا يحكي ويحكي لك اعمل هكا وما تعملش هكا. تلبيتوا مع بعضكم وكونتوا اللي اسمه تيم الفلوجه ونشوف اللي وليتوا عندكم هبله سبيسيال تصوروا في تيك توكيه وتصوروا في ستوريات ومهبلين رواحكم خلينا نشوفوا الهبله نتاع الصغار شنو عملت. وليتو عصابة؟ الريلة ذا في كونت في كونت ساري فات المليون فيو. اي ما شنو انتم وليتوا عصابة ولا شنو؟ ايه عصابة الفلوجة. المتكونة من المجموعة هذيك الكل اللي شفناهم. يس. ودنيا. ودنيا معاهم. انا ما عنديش لي سيكونس معاهم قلت لك الاكثر مع نسيم دونك ما كنتش ياسر بريزونت معاهم. بنت الليسي. بنت الليسي تيم فلوجة. نسيم باش نسرقه لكم شوية عندي انا وياه اللعبة. يا يحرحرني يا نحرحرو. ياي فلفلني ينفلني لعبة الهريسة مع نسيم. هريسة لوجو باش نحكي لكم على لعبة 100% تونسية. لعبة محرحرة لعبة غنية بالفيتامين. شو اسمه الفيتامين؟ أح الفيتامين هذايا. الفيتامين هذايا يخلينا مفلفلين على الاخر ولعبه نتاع جو. لعبه عائليه بامتياز. تحيه كبيره لحسن الخلصي مؤسس اللعبه هذه. باش نلعب انا ونسيم ما فسر لنا اللعبه شنو هي. سهلة برشا هذه اول لعبه في الثقافه العامه التونسيه. لعبه نتاع برشا جو تلعب بين الاصحاب والحبيب والعائله وكل شيء. 150 كارته فيهم 450 سؤال. كل كارته فيها ثلاثه سؤالات. سؤال ماست لاست سؤال موزوز سؤال حريشوي انت والصعب. فيها الدي هذايا اللي بالفلفل بيرسوناليزي فهمني كعبة اثنين ولا ثلاثة باش نشوفوا مستوى الصعوبة اللي باش تسألوها أنت ونسيم. دونك باش تبدا اللعبة اون فيت لازمك تطيش أنت الدي وهو الدي وأكثر واحد عنده كعبة فلفل هو اللي باش يبدا. خلي باش يبدا باش تختار له أنت زوز فئات من هنا وهو مش باهي فيهم وهو من بعد كيف كيف. هوب واو ثلاثة ديريكت كعب. أوكي دونك هيجي يبدا. نختار له شخصية مشهورة. اي. ونختار له سينما. سينما. شكون توحيدة بالشيخ؟ أو الطبيبة في العالم العربي. صحيح. دونك 10 بونتو لنسيم. باهي باهي والله. باهي. تولدت شيرة سواحل فينيسيا لبنان توا، أسست بلاد في شمال أفريقيا. سهلين. أخويا بيغماليون قتل راجلي وقت اللي ولا ملك، شكون أنا؟ عليسة. 20 بوان دونك نسيم. تمشي تصعب شوي بشوي. شنو هي اسم المرأة التونسية اللي تولدت في 1913 وماتت نهار 4 مايو 1993 ومؤسسة اتحاد المسلمات في تونس؟ للأسف للأسف. اوكي. إجابة هي بشيرة بن مراد. تعديل السينما. شكون مخرج أول فيلم رعب تونسي دشرة؟ صعيبة ياسر. عبد الحميد بوشناق. صحيحة دونك 10 بونتو لنسيم. شكون الممثل التونسي اللي أدى دور إبراهيم ناظور في فيلم فتوى؟ سهل. فتحي المسلماني؟ نو. أحمد الحفين. أحمد الحفين. أحمد الحفين. في فيلم هز يا وز لإبراهيم الطايف. شنو هي اسم الشخصية اللي عملتها سوسن معالج؟ تحية كبيرة لسي إبراهيم الحقيقة ما نعرفش. الفيس. صعب الرسمي. صعب. الحريشوي الحريشوي. يلزمها برشا مشارش. توا هو باش يختار لك دو كاتيجوري أما ما يلزمهمش يكونوا كيما هذوك. باهي. التواريخ الرئيسية أكيد. خايبة على الآخر هذيك الورقة. جغرافيا. ماهي جغرافيا سافا. ماهي. قد ايه عدد المحميات الطبيعيه في تونس؟ 27. 27 صحيح دونك 10 بونتو لهيجي. قد ايه يبلغ ارتفاع جبل الشعامبي في تونس؟ 1000.
1544 متر. في هنا ولاية جي معتمدية بوحجلة. قروين. صحيح. شكون الشخصية التونسية المعروفة اللي تولدت في 27 ماي 1332؟ ابن خلدون. ابن خلدون. جي بوان الهيجي. في أنا عام فاز محمد القاموجي بأول ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية. 67 68 68 صحيح. دونك 20 بونت الهيجي. الأخرانية الحارة تشوي. في أنا عام فاز حبيبة الغريبي بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية. مش 2011 2012. صحيح سليمان. دونك 30 بونت الهيجي. واضح. واضح. عندنا الأسئلة هذوما واللعبة في نسخة تونسية نسخة عربية وعندنا نسخة عالمية فرنسية. اللعبة هذه تنجموا تلقاوها في تونس كما تنجموا تلقاوها في الدول الأوروبية وتلقاوها في كندا كذلك. كندا وأمريكا. نذكركم أنه كل تفاصيل اللعبة هذه باش تلقاوها على الرابط اللي باش يظهر توا أسفل الشاشة وإن شاء الله يا ربي تنجح أكثر وأكثر. عايشك. وتجيب حدانا باش نحكيو كيف على قصة نجاح. وقايد بشكل هريسة. قايد بشكل هريسة. نخليه هو يحط لك الدوز أخير. لا تفدك سوير اكيد تفدك هذه هذه مغرفه مغرفه هو التحدي انك تاكل الكل هو يركب لي فاكم كوا هو التحدي انك تاكل الكل انت جارح في المسلسل وكل شيء ما صحيح جارح في المسلسل بشكل شوي هكا على الوتر الحساس وهقت والله وهقت هو على نفس واحد يجب أن تأكلها نورمال فيروس تأكل إيه؟ بشفيه؟ بشفيك يا غالي بشفيك؟ يعطيك الصحة كليتة ولا ما كليتاش؟ إيش قلنا نحن؟ لعبة غنية بالفيتامين، شو اسمه الفيتامين؟ سي حسن، يعطيك الصحة كلمة الختام؟ عايشك كلمة الختام والحاجة نحب نشكر سي على السبونسور نتاعنا تشوكال هو أول واحد تأمن بالبروجي هذا وعاوننا برشا باش نعملوا الجو اللي هي معناتها هريسة 100% تونسية كيما الجو نتاعنا باش نكونوا إن شاء الله بريزون في السالون دو تونيزي في ليون لو 12 13 14 ماي عندنا ستاند في الفيرسيون فرانكوفون والمرة في فرنسا وفي الفيرسيون اللي بالدارجة دونك العباد الكل تنجم تجي غاديكا يعطيك الصحة وبارك الله فيك شكرا جزيلا لك سلامة باش نقول لكم شنو تقال عليكم على وسائل التواصل الاجتماعي اما كل واحد يقول لي قبل ما نبدا الاسئله نتاعي شنو اكثر حاجه ضحكته كي قراها عليه في وسائل التواصل الاجتماعي دنيا ضحكت دونك دنيا الاولى وفيت انا عندي تصويره في الانستغرام لابسه شوميز طويله دونك كتبوا اعذر من الفقر حتى نسيت سرويلها راني برشا ما عبيت معناتها تصدق الرول وتصدق شنيا قاعد يصير يجوني دي ميساج فوكو عبيت تقول لي رد بالك راهو حط لك اكستار رد بالك راهو بوك وراهو مدري شنيا حسيت موت موت بالضحك نسيم البلان السيكونس تاع البانو تاع البانو حاطين تصوير بون حطوا تصوير تيليس يا اخي زدت هبط تصوير تريانا معناها نفس البلان اسمع اذا فسر لك راو فماش علاش واحد باش يتقلق من هذا خاطر هذا تسمى الديشي نتاع السوشيال ميديا مان خاطر هو فما شكون اللي حاجه تضحك هي محلاه فهمت فما شكون اللي جوست باش ينقد ولا هو الكونتينيو نتاعو فما شكون كيكا بعده ما يعمل في حياته ويعمل هكا اما انت هكا تعلمت معناتها تحول البوز البوز لصالحك معناتها انت بدك انخرطت في اللعبه وهبط زاد رهانه بكيكا ما صعبالو برك اي باش نبدا معاكم شنو تقال عليكم صحيح ولا غلط دنيا تقرب لحلم الفقيه وهي اللي هزتك الكاستينج المسلسل فاجوتو ديجا مانيش من هي من المهديه وانا من صفاقس ما عندك حتى علاقه بحلم الفقيه حتى علاقه رغم اللي برشا قالوا انك تشبه لها بنت عمها لا لا ما عندي حتى علاقه نسيم تقال في الاول انك انت كنت باش تكون نوح ومن بعد فارس عبد الدايم هو اللي خذا شخصيه نوح ظهر لي ليلى ليلى لا خاطر في معناها في الكوتشينغ ولا في الـ في الـ في الليكتور لا عمري جربت سيكونس من اللي تكتب النوح راني نقطة قوتك شعرك شعرك عامل ضجة كبيرة يبدو أنك ما كنتش تحب شعرك لا ما كنتش نحب كلمة كبيرة معناتها ولا كرة أما كيف كنت صغيرة كنت معناتها مرة روحي محلاني كان كيف نجبد شعري كان كيف يبدا شعري هابط
كل ما من بعد عرفت لي انا محلاني شعري مجبود ولا شعري منحي ولا شعري بوكلي، دونك خليته يعيش كما يحب. والله كل ما في بلاصه وتوا نايس. شعرك نقطه قوتك، هاك وليت معناتها لاهية بي برشا؟ لا مش لاهية بي برشا، جست خليته. معناتها قبل كنت معناتها ياسر نجبد فيه وديما بلاك وديما درش لي، توا خليه محلاه ومحلاني، وبالعكس معناتها كيف خليته هو كيما يحب وليت احلى. معناتها جاتك ردود فعل من قفصه ولا لا؟ اي جاتني برشا ردود فعل من قفصه، حاجه ياسر خلتني فرحانه، على خاطر انا ما نمثلش، معناتها نمثل الصغار اللي كيفا ما زاد نمثل ماي باك جراوند اللي هما معناتها قفصه والجماعه قفصه الكل. دنيا تقال انك من نابل وعينيك مش خضر كيما نشوفوا فيهم توا، وانا ما عامله دي لونتي. مانيش عامله لونتي، مانيش من نابل، انا سقسيه كاهو. بعثوا لك ميساجات ساعات نقرا تحت تصور بربي بعث لنا الماركه نتاع الريفيرونس نتاع لونتي. اي حتى من قبل، حتى من قبل مسلسل هكا ساعات نهبط دي تيك توك يبعثوا لي بليل كولور نتاع صبيغه، الكولور نتاع لونتي شنيا. نسي بسبب الحلقه 11 الحادث والرعب اللي عشته وقت اللي ضربت المراه بالكرهبه نفسيا تأزمت. وين نتفرج الحقيقه ما اقتنعت بالسيكونس. احلى ما صورت هيك؟ اي الى حد الان احلى ما صورت. يا مش احلى، علاش؟ خاطر فيها خدمه، معناها فيها بالحق فيها خدمه بالكدا، كل شيء واضح، فهمت؟ رنيم اضطرتك الظروف باش تخدم حاجات وتقرا في نفس الوقت؟ لا لا ما هيش الظروف، بلاكس ما وبا الحمد لله ربي كانوا موفرين لي كل شيء. اما فما وقت عمر توصلها تحب تخدم، تحب تعمل على روحك شوي، وانا ما حبيت نخدم وحبيت نتعب وحبيت نجيب فلوس انا وحدي. وديجا ما وبا من الاول ما كانوش معناتها راضين بها الحكايه بتاع يا اخي احنا مقصرين معاك يا اخي، وقت اللي هو لا جوست حبيت نعمل على روحي شوي وحبيت نتعب شويه في حياتي وندبر فلوس وحدي. شو خدمت؟ والله ما خدمتش برشا، خدمت في كارفور، خدمت في ميزون دو كوتور، ما تتشك شوي شوي. الكلكم انستغرامكم عمل بوم بعد المسلسل؟ شو نسيم حد انت ما هو متفاهمين من الفوندو ديجا و ايه؟ اما كوميم زاد حتى في قديش زاد؟ كان 300 و واش 40 حاجه هكا توا 430 دنيا 60000 انا زدت، اما فما دي فو بروفيل اللي زدوا اكثر مني. شو؟ 200000 فما فو بروفيل 200000 دي شي بتاع السوشيال ميديا. تأزمك الحكايه هذه؟ مش أزمتني، مسكروا لي الكونت نتاعي زاده. قعدت نهار انا ما غير انستغرام. دوك وحكيتش معاه السيد اللي عنده 200000؟ قلت له ينحي لي اسمي، قال لي راهو لو نون ا ايتي شانجي بليزيور فوا، دونك ما ينجم يعاود يبدلو كان ابخي 15 جور. دونك انا نستني. انا نستني وراني. اونتر بارونتيز صارت لي نفس الحكايه. من الاول معناتها ما كانش عندي برشا في الانستغرام، كانوا عندي 2000، ومن بعد فجاه عندي 80 كا، ونلقى عندي فيك اكونت فيه 100. وصاروا لي مشاكل معناتها في الحكايه هذيك، خاطر يمشي يحكي على دي كولابوراسيون، يمشي يتسلف فلوس، يمشي يحكي بالخايب، حتى في الفيسبوك ما عنديش فيسبوك وما عنديش تيك توك، فما عبيد قاعده تحكي في حاجات خايبين وبعد تجي في اسمي انا وفي وجهي انا. عمناول فما شكون قلت له نحي الكونت، نحي لي اسمي وكل شيء، كاريمون قال لي خلينا نضر به شويه وبعد نحي. صح طرقه. نحرك ندور به شويه دولاب ونحي قلب. تو معقول هذا؟ بحق. ما نعرفش مستوعبين الشهره توا ولا مازلتوا بترهوجين البنات؟ انا مازلت. مازلت مرهوجه؟ ما عادش نجم تخرج للشارع كما قبل، تعس على روحك؟ شويه شويه، انا بطبيعتي سبونتاني معناها في حياتي، دونك نقول علي باش نبدل. جو وذ فلو. باش نعمل لعبه باش تشاركوني فيها
السي الهادي نتاع المسلسل. عليا اسمها رنيم ولا دنيا. اسمها رنيم ولا دنيا. ربي تستر. نسيم برقيبه. نسيم، شكون فيهم الأقرب لفتاة أحلامك؟ تحب واحدة بلوندا ولا واحدة سمراء غنجة؟ والله يجي أفسر لك حاجة. بتفسر لي حد شيء، أعطيتك البلايك مش تفسر لي حد شيء. مش نهز علي، مش نهز واحدة فيهم نكذب عليك راه خاطر إجابتي معنا حاجة أخرى جملة. لا 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 جاوب من بعد أعطيني نهز أي أكثر بلوندا ولا سمراء تحب؟ نجم من لا 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 هم ديجا مكسين هم مكسين صوت إيه؟ لا لا ما وصلناش ما يتغشوش ما اختار اختار يعني الراب الصحبة دونك ما تدورش بصاحبي كادير اوكي دونك خليت المسلسل ما يجيش ذوقك نتاع المسلسل خليته به شكون فيهم وقت اللي تقعد معاها تفيدك اكثر معناتها ديما تعطيك معلومات جدد ديما القاعده معاها فيها فايده فيها حكمه فيها نصيحه شكون فيهم الزوز اكثر لوجيك خاطر قعدت معاها هي اكثر دونك دنيا به شكون فيهم ضحك اما زاد راه ما نكذبش عليك الحقيقه الزوز خاطر حاجات ما نعرفهمش ونعرفهم منهم الزوز بقى. شكون فيهم تضحكك اكثر؟ صلحني علاش هكا تحط فيها الزوز صارت لهم مشكله طلبوك فرد وقت لشكون تمشي الاولى؟ يرقد لا لا لهنا ما يهمش باش نقولك علاش لا 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 شوي اعطيني زاد مثالش تاخذ حريتي في كل شيء اعطيني حريتي انا نسال انت تختار انت عندك الحريه باهي لهنا ما يهمش على خاطر احنا ثلاثه اصحاب دونك اللي باش تعدلها الاولى باش تفضوا مشكلتها ونتعداو للثالثه ديجا نفضوا لها المشكله باهي شكون تمشي لها الاولى؟ هكا زوزو شكون فيهم غشها اخيب؟ اوه غشها كي المسلسلة غشها كي المسلسلة يا دنيا يا ستار شكون فيهم قراية أكثر قراية أكثر ما عرفش الحقيقة عبش نهز بالزهر وقولوا لي صحيح ولا تتصور دنيا لا بالحق رنيم انت قراية أكثر رنيم قراية أكثر انا الدنيا الرافعه تقرا في الوقت اللي نصور وتبدا تقرا مره التريفيز حتى شغفي لو باك دونك سي نورمال لا لهنا باللوجيك من الصور باش تكون قراية اكثر دونك نورمالمون راني قراية اكثر اما مش بالضروره انك تعاود الباك ماكش قراية تنجم صارت لك ظروف ولا حاجه معناتها اتيكيت يلصقوها توينسه مدي معاوده تكون ماهيش قراية خليوها في ماهيش قراية به شكون اكثر مدمن على وسائل التواصل الاجتماعي من البنات الزوز؟ الحقيقه دنيا بالحق شد التليفون اكثر منها هي بالحق مغرومه برشا بال اي مغرومه هكا نحب نشوف العبيد نحب نشوف لي سيليبريتي توينسا ولا حتى البرا معناها ديما هكا نتبع في لي زانفو به اعطيني هذوما الحمد لله مش تعمل انترفيو انت كيما نسيب انت كيما هادي في فلوجه لو تعمل حادث لا قدر الله تهرب لا تقف تتحمل مسؤوليتك قول اقسم بالله العظيم لو نعمل حادث قولها اقسم بالله هاك الكاميرا نتاعك غاديك هز يدك هاك اقسم بالله كان نعمل حادث نتحمل مسؤوليتي يغلط يتحمل مسؤوليته ما فيهاش رنين انت كيما امل في مسلسل فلوجه نجم تسهر تتحط لك حربوشه في كاس نتاع جو وما تفيقش بها لا مستحيل خاطر ماهيش حكايه تبعتني انا خاطر ديما انتوراجي نظيف وديما صحابي نظاف وحتى كي نبدو مع بيد ما نعرفوهمش ديما معناتها يحاولوا كنا نتولهوا ببعضنا وكنا فايقين معناتها لو تخرج مع ناس وعندك كيس في يدك مثلا تاع جو ولا حاجه شو تغطيه بيدك؟ ما نخرجش مع ناس ما نعرفهمش نخرج مع صحابي ما يعملوليش فازي تخيبي
الضربة تجيك من عند صحابك راهو؟ لا لا نعرف كيفاش نختار صحابي أنا، ديجا كعبتين وكعبهم. دنيا أنت تعس على روحك في الحكاية هذوما ولا لا؟ أي أنا ديما يدز على كيسي ديما وجست باي هكا خارجة كهو. حتى نهار اللي نخليه فوق الطاولة ما عادش نواصل. اللي صار في المسلسل مش خيال نتاع لا لا يعني صار قدامي معناتها هذاك. أي الحربوشة اللي تحطت في الكاس الجو صارت قدامك؟ حكاية حقيقية؟ فما ما أتعس كيما فما اللي يشدوهم في التواليت مع كاريما نقول له أشرب بصيف عليك ما عندك مش تتحرك هذا صاير خينا وين عايش مسلسل حتى شيء راهو حتى في الليسي تسمى سوسن لطفت الأمور على الأخر ما خفي كان أعظم ما له غزمة دنيا أنت كيما في مسلسل فلوجة شخصيتك قوية وتعمل على روحك برشا شخصيتي قوية لو كنت في نفس الظروف اللي تيسير تعيش فيهم تخيل روحي نعمل كيفها تعمل كيفها تخرج تخدم وتبعد السيد هذايا اللي يحب يتودد لك به نسيم انت كيما الهادي دلول الوالد ويحفر لك الوالد كل شيء والدليل خارج من العينين هكا بون الوالد كان يدللني صحيح اما مش خارج من عينيا الى درجه نولي كيما الهادي يعني يعمل كل شيء نورمال ويدخل يخرج وقت اللي يحب نورمال يشرب هاي لا لا سنة يدخل يخرج والله يدخل يخرج ما حبيتش قوي يشرب أما لا لا مانيش كيك ما بابا ما كانش معايا كيك كان صعيب مش صعيب معنا كيما بو نوح مثلا في الوسط يكبس طلقة ما ترخف الله يرحمه الله يرحمه كيما أي بو يلزم يتعامل مع مازال في تونس رنيم انت كيما امل في مسلسل فلوجه ياسر طيبه احيانا ساذجه هكا والله كنت تسالني السؤال هذا معناتها عامين ولا ثلاثه سنين التالي نقول لك اي صحيح اما انا كيف امل كليت برشا كفوف امل مازلت باش تاكل الكفوف اما انا كليت برشا كفوف خلوني ما نكونش طيبه مع العبد الكل معناتها ما نعطي انرجي العبد كان ما يعطيني نفس الانرجي هذيك فما حاجه عجبتني ياسر لميتوا بعضكم على خاطر نسيم المغني شنو استغليت الشهرة نتاعهم والنجاح نتاعهم وخدمت مخك وتكتكت وجاو باش تجيبهم تصوروا لك كليب باش يعملوا الفيوز وباش يعملوا الدنيا لا مانيش كيكه جمله مالا حتى من حقك راهو تكتك حتى قالوا لي لا ما نفهم مش باش نتقلق معناها باش يقول لك لي علاش هما ما يقولوا ليش ليه خاطر انا خاطرهم صحابي ومحلاهم انا مش باش يرجعوني عارف ديجا مش باش يقولوا لي ليه اما زاد مش خاطر كلمتهم حبيت نستغل سكسي فلوجة ومن حقك راهو هي جزء الحكاية ارتستيك شوية معناها كيفاش خاطر بون الكليب الانترو نتاعو كيفاش ملموم معاهم من بعد جاني تليفون من سهيل هو الانسان اللي يغني معايا في الغناء دونك يعني عبارة نقلة من 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 المسلسل وجو التورناج سي بون للموزيكا تو وللكارير الثانية باهي خلي ناخذوا اكستري من الكليب الجديد بتاع نسيم بورقيبة ما تخلي قلبي يلمش شفت في الضحكة كم جرحي ونسيتو 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 دخلت حياتي نسيت الماضي ورميتو ورميتو الكليب نلقاوه في الشين يوتيوب نتاعك شين يوتيوب بالتوفيق نحب نشكركم برشا 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 نتمنى لكم النجاح عارفين انه حياتكم قاعده تتبدل البنات باش تكبشوا في التمثيل ولا بالنسبه لكم قوس ويتحل ويتسكر وتجربه تعملت والله انا من الاول كنت نراها اكسبيريونس باش تزيدني في شخصيتي معناتها باش تكون فما صقل شخصيتي اكثر والكل اما من بعد ما خرج المسلسل ومن بعد ما معتاريت برشا عبيد خاصه مع عبيد كبار وعبيد في المسرح كلموني وقالوا لي راهو تنجم تكمل راهو فما فرصه منك تنجم تعمل حاجه ما خير ولا تنجم تكون في بروجي اخر قلت علاش لا كان تجي الفرصه نهار اخر انا باش نكون اوبن معناتها على الاخر حتى انا كيف كيف الاول قلت تجربه وكهو ما تمشي على روحها من اكسبيريونس تعلمني بعد عجبني الجو عجبتني الامبيونس عجبتني روحي بعد في المسلسل دونك قلت بوركوا با عندي هكا
الشعب. نسيم صيف مهرجانات ان شاء الله ان شاء الله وحفلات ان شاء الله. بالتوفيق، يعطيكم الصحة، نخلي لكم كل واحد فيكم كلمة الختام. هي ماهيش كلمة متاع ختام، خاطر بنحب نشكر برشا عباد، ونحب نشكر نحب نشكر عائلتي برشا، ونحب نشكر صحابي، ونحب نشكر ليكيب، خاصة ليكيب اللي معناتها خدمنا معاه، على خاطر فلوجة ما كانش عمل متاع ممثلين كهو، ما كانش عمل متاع عبد كهو، كان عمل متاع برشا عباد. نحب نشكر ما وبا وعائلتي اللي في قفصة وقفصة، ونحب نشكر خليل النوير على المكياج الياسر مزيان، وكوليكسيون ريحانة على لي بوكل الياسر مزيانية. دنيا، انا نشكر ياسر ليكيب تكنيك داير صحيهم بارك. نشكر مروة زيدة اللي ذكرتني، وهي اللي وصلتني وين انا هوني بحذيك. كهو نشكر روحي زيدة. تستاهل الشكر الكل. تستاهل الشكر الكل. نسيم، بدرجة أولى ساعة عائلتي وصحابي هذوك ما فيهمش كلام، سبورتيو فيا ديما معايا كيما عمناو كيما سنة. حاب نشكر ليكيب تكنيك زيدة الحقيقة، من غير حتى اكسبسيون، الكل كل 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 بالحق تعبوا معنا، تعبوا معنا بالكدا. ليكيب تكنيك تاع المسلسل مشكورين برشا. حاب نشكر لام ام جي انترتينمنت معنا اللي هما بداوا معايا ومازالوا معايا لتو في الموزيكا. الحقيقه زاده نحب نحكي على ديتاي القرايه نتاعي معنا. مشكورين لونيفرسيتي سنترال، يعني الفاكولتي اللي نقرا فيها بالحق، خاطر بحكم لي زونجاجمون والخدمه وكل شيء متفاهمين ياسر معايا، ويأديوا معايا في المهمه كيما يلزم باش نكمل قرايتي باش نقرا على روحي معنا. مشكورين بالكدا، ميرسي. يعطيكم الصحة. ان شاء الله عام الجاي نراكم أحلى من السنة، السنة محلاكم. وإن شاء الله التجربة تتواصل وتتواصل وتتواصل. نشكركم برشا. بالنجاح والتوفيق. ميرسي.